بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، هذا سؤال آخر. نشوف هنا المفتاح على وضع A position A. في الحالة راح المتسعات هذه راح يصير بها initial at t equals 0 the switch is moved to position B. المطلوب إيجاد ال V1 هنا على هاي المقاومة وال V2 هنا. ضروري أنتبه أشوف وين المطلب مالتي. يعني find V1 هذا قلنا، وهذا V1 هذا بالS domain، هذا and V1 small هذا يعني time domain، هذا ما راح تصير مطالبين به، يعني مطالبين بهذا V1 و V2 بالS domain. نجي بداية الحل، طلع الانيشال for t smaller than 0. احنا قلنا هنا عندي متسعتين على التوازي وهي واحدة على التوالي وهي المصدر، فهنا بالأصل هنا المصدر هو كيف راح تتوزع الشحنة. يعني هنا هذا الفورتي مايكرو فاراد هي الاكوفالنت، هذول المتسعتين على التوازي حاصل جمعهم يعني 16 زائد 24، هذه الاكوفالنت مالتهم، وهذه العشرة هنا. هنا دائرة توالي من متسعة مكافئة سي اكوفالنت، فهنا الشحنة كيو اكوفالنت كنت مساوية للكيو، خلينا نسميها هذه 1، هذه سي 1، هذه سي كيو 1، هذه لازم يعني كيو 1 ينشن دائرة توازي. زين، يعني الشحنة تساوي سعة في الفولت، هي سعة في الفولت. فهنا راح يصير عندي يعني راح أطلع الفولت هي الفي 2 راح تطلع لي 90 فولت. هذا لوجيك لأنه المتسعة أكبر يكون الفولتية أقل على متسع الشحنة. هنا الساعة أقل 10، فبقية الفولتية يعني على 10 مايكرو فاراد راح يصير 360 فولت، يعني V1 360 فولت، وهذا V2 90 فولت، مجموعهم يصير 450 فولت. طلعنا الانيشال، المرحلة اللاحقة نرسم هذا بعد التايم زيرو، يعني هنا تي صار أكبر يساوي زيرو. أرسم بالاس دومين الدائرة وأوضح بها الانيشال. هسه الانيشال على شكل مصدر فولتية أو تيار، لكن هنا يفيدني مصدر الفولتية المصدر تيار، لأن دائرة تصير توالي بالطريقة. فهنا عندي هاي 360 على S الانيشال الأول، والانيشال الثاني 90 على S، وهذه المتسعة صارت هنا امبيدنس، هنا أيضا 1 على SC1، هذه 1 على SC1، هذه 1 على SC equivalent. هاي دائرتي، أريد أطلع V1 شو يساوي؟ V1 يساوي التيار المار بيها ب25، 25 هذه، والتيار المار بيها هذا 450 على S، يعني هذه مجموع هذه 90 على S زائد 360 على S هي 450 على الامبيدنس هذه كلها، هذه امبيدنس، هذه امبيدنس، هذه امبيدنس، هذه ريزيستنس، راح يصير يعني مجموعهم كلهم هذا 25 اوم، هذه مالت الملف، هذه مالت المتسعات. يعني هنا عندي 100 ألف وهنا 25 ألف، يصير 125 ألف. واضحة الفكرة؟ تطبيق قانون أوم مباشرة. طلعت هذه V1، هذه V1 بالS domain، هاي تحويلها للتايم domain، ما مطالبين بهذا المقدار. فأنتوا لحد لهنا V2 شو يساوي؟
طبعا هذا التيار، هذا التيار هو يمشي بهالاتجاه، يعني يمشي هالشكل. فمن يمشي هالشكل من تطلع راح يصير إشارة سالبة. واضح؟ نذكركم بالتايم دومين، الفولتية على المتسعة يساوي واحد على سي، يعني هسه أنا في تو يساوي سي إكوفالنت كامل اي دي تي بلس الانيشال. هنا لأنه تيار، يعني أنا رايد الفولتية بهالاتجاه اي في تو، إذا التيار يمشي هالشكل يعني هنا بلس ماينس، فمعناه لازم هنا شنو الإشارة سالب. واضحة؟ زين. بعد شي ثاني، شوف الأورينتيشن مالت الانيشال، الانيشال هنا بلس فوق هنا ماينس، يعني موافق للبلس هذا، فيبقى الانيشال زائد الإشارة. واضح؟ فصار هنا الإشارة زائد 90 على اس، هذا يمثل الانيشال على السي كوفالنت، وهاي الإشارة سالب من التيار من الأسفل للأعلى، وهذا التيار اللي هو احنا طلعناه. هذا التيار، يعني هذا الحد شي يمثل عبارة عن I على S C equivalent، C equivalent هذه ما قلنا هذا التيار هو هذا اللي هنا، هذا التيار مضروب 25، هذا التيار هو هنا، وهاي الأس هي هذه، والسي إكوفالنت مقلوب هذا 25000، يطلع لي الفي تو. هذا تحويله بعد التايم دومين، انتو مطلوب منكم هذا المقدار، يعني بس هذا تعويضك الصحيح، انا اريد اشارتك هذه، هذا الحد، هذه الحدود، هاي تكون هنا واضحة عندك، هذا يبقى تبسيط للحدود، وهذا ارجاعها للتايم دومين. شكرا جزيلا.